النقابة سوف تقوم بإبلاغ مجلس الوزراء رسميا بموقفها، سواء بموقفها الواضح والصريح من إلغاء المادة 38 تماما من المشروع، وملاحظاتنا هنقدمها كتابة على 4 مواد أخرى إن شاء الله. أنا أتمنى ذلك وأتوقعه، لأن هذا في مصلحة البلد وفي مصلحة مواجهة الإرهاب، ونحن لا نتخذ هذا الموقف انطلاق من نحن على رأسنا ريشة، أو لأننا إن دي يعني مطالبات فئوية، لأن حرية الصحافة وحرية الإعلام هي حرية كل مواطن، وإحنا بنعتبر نفسنا مندوبين للرأي العام، وأي تسويق لالتباس أو سوء فهم من موقف النقابة تجاه مشروع مكافحة الإرهاب هو يعني هي جهود يعني مغرضة وخائبة ولن تلقى أي نجاح. إحنا السؤال المطروح، هل الإعلام في مواجهة الإرهاب أم إرهاب الإعلام؟ إحنا بنقول إن الإعلام في مواجهة الإرهاب، وإن إحنا الإعلام الوطني والإعلام المصري لا يحتاج إلى وصايا، ولا يمكن إن إحنا نخليه من الساحة لصالح الإعلام الآخر اللي هو أو المواقع التكفيرية اللي هي بتاخد مواقف إحنا نعلم إنها ضد مصر وضد مصالحها، ولا نتمنى ذلك، لأن الإعلام طول عمره في مقدمة الجنود اللي بتدخل كافة الحروب. وإحنا قلنا في اجتماعنا مع رئيس الوزراء إنه تاريخ نقابة الصحفيين بيشهد على إنه الجندي المصري والضابط المصري كان بيحمل السلاح وكان بيجاوره في نفس في الخندق الصحفي المصري بي 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 بيرفع القلم، وكان لما بيستشهدوا كان دمهم بي بي بيمتزج مع بعضه. فنحن في معركة واحدة ضد الإرهاب، والإعلام هو قائد من قواد هذه المعركة وفي مقدمة المواجهين ليها.